أعربت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عن سعادتها لردود الأفعال التي استقبلتها خلال الساعات الماضية بشأن أغنيتها الجديدة أحلى وأحلى، التي أطلقتها احتفالاً بقدوم عام 2024، والتي تستخدم فيها لأول مرة الذكاء الاصطناعي. حبيت أزرع الفرح والأمل بطاقة إيجابية بالوضع اللي عم نعيشه بفلسطين وبجنوبنا، والصغار والكبار كل هيك من يعني كيف بيقولوا محبطين. فحبيت لما سمعت الكلام سنة راحت وسنة جاية وجاية أحلى وأحلى، الفرحة إلنا مخباية وحنخلي الملح يحلى. نحن السهر، نحن الغنى، كل الحلب اللبناني، وشي طاقة إيجابية للبنان للناس. وإلى يوم نزلته كتير أخدي صدى، حتى الصغار اليوم بدأ أدقولي مبسوطة كتير فيها، وأكيد لح تلمس نجاح لأنه هي غنية سهر وفرح وبهجة وطاقة. وكشفت باسكال في تصريحات خاصة لفوشيا كواليس صناعة الأغنية، مرحبة بفكرة المخرج ريشا ساركيس باستخدام الذكاء الاصطناعي في الفيديو كليب، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أنه لا يوجد مثلها في الحقيقة. أول شيء الفكرة أنه لما قالوا لي الذكاء الاصطناعي كتير حبيت ريشا ساركيس المخرج، أول مرة بتعامل معه، أخذوا وقت ليزبطوا وجه، يعني حطوا وجه ليطلبوا منه ذكاء اصطناعي لا يوجد مثلي، تعذبوا كتير لزبطت. حبيت الفكرة، ومع الناس وعم فرق بالونات سليم محبة أمان، صورت بالباترون، يعني كان كله جديد بجديد، بس هي أكتر شيء الذكاء الاصطناعي. يذكر أن أغنية أحلى وأحلى من كلمات وائل الأشقر وألحان وتوزيع موسيقي لملحم أبو شديد ومن إخراج ريشا ساركيس، وتعد أولى أغنيات باسكال مشعلاني بعد فترة غياب.